تميزت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بتنظيم مسابقة دينية حول السيرة النبوية على مستوى دار الشباب سويكي خالد بعين مليلة، ويهدف النشاط الثقافي إلى تنمية الحس الديني لدى الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شاركت في مسابقة دينية وتعرفت على الكثير من بمناسبة مولد النبوي الشريف، وتعرفت على الكثير من الجمل مثل مولد النبوي الشريف، من مرضعته وأمه، اسم أمه، أبوه. في مسابقة دينية تعلمت منها معلومات كثيرة. مسابقات الأطفال واحدة من أهم الأنشطة الترفيهية التثقيفية التي ينتظرونها ليتنافسوا بقوة مع أقرانهم، حيث تكسبهم العديد من المهارات العقلية وتطور من مهاراتهم الجسدية. أعجبني في هذا الاحتفال هو المسابقة الدينية المخلدة للسيرة النبوية الشريفة، والتفاعل الكبير للأطفال للأسئلة والأجوبة. نشاطات يعني متنوعة، من بينها مسابقة فكرية، من بينها مثلا حنا الأطفال قسم تمهيدي نشط المؤسسة، رسومات أطفال، كذلك قدمنا بعض فيلم وثائقي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعتبر مرحلة الطفولة هي المرحلة التي يتم فيها تشكيل عقل الطفل، وللمسابقات الدينية دور فعال في المساهمة في التعرف على قواعد الدين الإسلامي وحبهم له والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في طريق حياتهم.